السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية ميدانية للجميع. تحية ميدانية. في البداية لابد أن أقول كلمة شكر وعرفان لكل أستاذ وأستاذة علمتني حرفا. كيف يمكن أن أصير وزيرا بدون أستاذ؟ كيف يمكن أن أصير طبيبا بدون أستاذ؟ كيف يمكن أن أصير محاميا بدون أستاذ؟ وكيف يمكن أن تتنمى هذه الدولة وهذا الوطن بدون أستاذ؟ فتحية لرجال ونساء المنظومة التربوية. كما لا يخفى عليكم فالرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ في هذه الظرفية الحرجة أصدرت 3 بيانات وبلاغ، إلا أن الآذان المنغلقة للسيد الوزير تأبى إلى أن تسمع إلى الشارع المغربي الذي يقول لا للمس بكرامة الأستاذ. لا نرمي الورد على أحد، ولكن نحن نحضر معكم كآباء، وأريد أن أخاطب في السيد الوزير الأب، علما على أن أبنائه يدرسون في القطاع الخاص، ولكن أريده أن يخرج إلى الشارع وأن يقول لنا كلمة حق. هل الشارع يفرح الآن في هذا الإشكال اللي خلقوا لنا؟ نعم، نظام أساسي جديد، ولكن هل هو بمقاربة تشاركية أم مقاربة أحادية الرأي؟ هل هو يعطي إضافة نوعية أو هو ذل ودلال لكل مواطن صالح وفي أولويته رجل التعليم؟ كما جاء في البيان الثالث التي أصدرته الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، نحمل كل مسؤولية للسيد الوزير وللوزارة الوصية على هذا القطاع في هذه الأزمة المفتعلة من طرف الوزارة. نقولها بالفم المليان على أن الوزارة هي التي افتعلت لضرب مجاني التعليم ولضرب ما تبقى من إصلاح المنظومة التربوية. نعم، هناك تنظيمات عديدة لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، ولكن لن نرضخ نحن كتنظيم إلى الإملاءات. فقد قاطعنا جميع اللقاءات المنظمة من طرف الوزارة، من طرف الأكاديمية، ومن طرف المديريات الإقليمية. أريد أن أخاطب نساء ورجال الإعلام وأقول لهم على أن هذا اللقاء المبارك لا تحضره الفئة ديال الأساتذة والأستاذات فقط، انظروا إلى الأمهات وإلى التلاميذ، إنهم ينادون وينادون بمدرسة جيدة، مدرسة مغربية مفتوحة في وجه الجميع. نندد دائما وأبدا، نندد دائما وأبدا ضد المس بكرامة الأستاذ. تحية تحية ميدالية من الآباء والأمهات إلى جميع التركيبة. وعذرًا عذرًا يا تلميذ، وأجبرونا على التصعيد، أجبرونا على التصعيد. وعذرًا عذرًا يا تلميذ، وأجبرونا على التصعيد. شكرا شكرا جزيلا لكم. أريد أن أخاطب فيكم الأم والأب، فبكل صراحة نحن مقصرون في هذه التنظيمات تجاه الأبناء ديالنا، ولكن أريد أن أذكركم بأن هناك مرسوم آخر جائر ومظلوم وظالم، ألا وهو مرسوم جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ الذي جاء ولم ينتبه إليه أحد. أدعوكم إلى مراجعة هذا المرسوم وإلى الوقوف معنا إن شاء الله الرحمن الرحيم في الوقفات الاحتجاجية اللي غادي نديروا ضد هذا المرسوم. تحية الإيطالية، لأنكم كلكم آباء وأمهات
كلكم آباء وأمهات وكلكم مسؤولون. فتحية نضالية، ومن هذا المنبر أقول لا للمس بالمدرسة، لا للمس بالأسر، لا للمس بالنواة الأساسية للنموذج التنموي الجديد ألا وهو الأستاذ والأستاذة. شكرا لكم. ونرفع شعارة الانتصار، ونرفع شعارة